السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ اموركم كلها مزيانه؟ يلا لقيتوني دابا خارج ان شاء الله، باغا نمشي نتقدى شي حويجات رمضان. مهم، درت واحد الطريح ديال المخمر، غادي نرجع بكم شي شويه اللور البنات، مخمرات ديال القمح. اش غنقول لكم ديال هذا الوقت هذا؟ ما عرفتش كيبان لكم الوقت ولا لا. شوفوا عندنا الشتا كديره، يعني الشتا واش من الشتا. ولولا بعدا نقول لكم مبروك عواشركم، والله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، وحيد لنا ربي هذا الوباء واي حاجه هني متمنينها في حياتنا. يلا ها البنات، حنا ان شاء الله غادي نمشيو دابا نتقداو، ورحنا مع بعضياتنا وقت قبل نرجع بكم شي شويه. ديروا معايا مخميرات، درت واحد المخميرات معمرين مع واحد البريري ديال اتاي، عاد خرجنا دابا. يلا حنا مازال مع بعضياتنا البنات. هنا البنات بديت غادي ندير المخميرات معمرين كيف ما قلت لكم. هنا درت خديت البصله، خديت فليفله منوعه كما كتشوفوا، صفراء حمراء خضراء، المهم شويه شويه اللي متواجده عندنا. وهنا درت واحد شويه ديال المعدن الشوربه، دابا غنضيف شويه ديال التوابل، درت واحد شويه ديال الزيت بلدي بطبيعه الحال، دابا غنضيف شويه ديال الدجاج، شويه ديال الملح، شويه ديال الكمون، هاد المخمرات غادي نديرهم ديال القمح البنات. انا راه عجنت العجينه ديال المخمر، يعني خديت واحد ما بقاش نمشي نجيبو ميزه، خديت واحد الكميه ديال القمح ودرت عليها واحد شويه ديال الفوط ودرت هذا ودرت شويه ديال الملح شويه ديال الخميره وعجنت العجينه ديالي مزيان. هنا بغينا نعمر هاد المخمرات، يعني غير بخضيره بحال هكا حتى هي كتجي رائعه. وقت انا غنضيف معها شويه ديال الكفته، وغادي نخلط كل شيء ونخليه ان شاء الله حتى يطيب. انا ما بغيتش ندير الملون، يعني بغينا نديرو مثلا شويه ديال التحميره اولا شويه ديال الخرقوم باش نضيفو واحد اللون لهاد الشرموله اولا هاد الكفته وهاد الخضره، اولا بغيتو تكتفيو بها بحال هكا. انا غادي نكتفي بها غير بحال هكا، يعني نخلي هذا اللون ديالهم الاصلي. غادي نبقى مستمره بحال هكا في التحضير. وغادي نخليهم ان شاء الله حتى يتقلاو. هنا البنات ضفت واحد شويه ديال الهريسه وهي اختياري، يعني اللي بغى يضيف الحار يضيفو، اللي بغى يستغنى عليه يستغنى عليه. المهم انا هنا ضفت واحد شويه ديال الحار ديال الهريسه، ومع التحريك المستمر حنا كنحلو في هذه الكفته هذه ونخليهم ان شاء الله حتى يتقلب لنا هذا الشيء كامل. وإلا لاحظتوا يعني انا ما خليتش البصله والفلفله تقلاو هما اللونين عاد في الكفته، يعني بحال اللي درتهم كلهم في نفس الوقت، يعني ما بغيتش هذوك الخضره يعني تهرى في الطياب، بغيتها تبقى شويه شاده بحال هكا. المهم البنات مازال البقيله كتقلى. بالنسبه للعجينه هنا البنات رانا غطيتها لا خليتها تطلق شي شويه. هنا درت خديت هذا واحد الكميه ديال القمح، راه كيبان من اللون ديالو، انا خديت واحد الكميه ديال القمح على حسابكم نتوما، وضفت معاه تقريبا واحد الكاس ديال الفورس، وعجنته بشويه ديال طبيعه الحال الخميره وشويه رشيشه ديال الملح مع طبيعه الحال على حساب الذوق، وعجنتهم مزيان 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 مزيان. غير هو راكم عارفين العجينه ديال هذا المخمر ديال القمح، يعني ضروري ما تبقاش شي شويه كما كتشوفوا، يعني ماشي كتلصق ولكن شي شويه، يعني نعطيوها الزيت مزيان ونخليوها شي شويه بحال هكا، يعني تكون كيفاش غنقول لكم، يعني تكون مدلوكه مزيان. صافي غادي نقطعها عليها ونخليها ان شاء الله حتى تبرد ليا الحشوه ونطلقوا ان شاء الله من بعد. المهم البنات هنا الحشوه ديالنا البردات كما كتشوفوا، وهنا يعني المخيمرات ديالي، يعني بغيت نديرهم حبات كبار، ما بغاش نديرهم يعني مخيمرات صغار، يعني لينا الاختيار نديرهم كبار نديرهم صغار لينا الاختيار. صافي دابا ان شاء الله غادي نشكلهم بالطريقه العاديه.
نضيفوا معاهم شويه ديال الفرماج، بغينا نكتفيو بهم غير بحال هكا كفته وخضيره، يعني لنا الاختيار. كنجمعهم بهذا الشكل بحال هكا، كنحاول نقاد ليها الحجم ديالها وكنحطوهم باش يخمروا. عاد من بعد عاد غادي نرجع باش نكرطهم من جديد. بنفس الطريقه غادي ندير وحده اخرى. وكنجمعهم على هذا الشكل بحال هكا. نقاد لهم الشكل ونحطهم يترخاو من جديد عاد نقرصهم. غنبقى مستمره بحال هكا تنكمل هاد الكميه اللي عندي. المهم البنات انا بديت كنطيب كما كتشوفوا، درتهم كبار بدا درتهم صغار. صافي انا بديت كنطيب، من بعد ما قرصتهم كما كتشوفوا يعني قرصتهم عادي، انا قرصتهم على الرخامه ديالك وكترشيت عليهم شويه ديال القمح، خليتهم خمروا شي شويه ودابا ان شاء الله بديت كنطيب فيهم. وهكا البنات كيطلع المخمر ديالنا كما كتشوفوا، يعني كيجي عامر وطيب من الجوانب كاملين كما كتشوفوا البنات. غادي نفتح لكم شي وحده تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، يعني كتجي ديك الحشوه موزعه بواحد الشكل. يا سلام هانتوا البنات شفتوا، سخون هادشي. هما البنات هذوك هو المخبر اللي قلت لكم عليه، كيجي رائع، كيجي مأمر بحال هكا وكتجي الحشوه يعني مزعبي بواحد الطريقه زوينه. المهم ضربنا مع واحد بريري ديال اتاي وعاد خرجنا. كتبقى هاد الكمامه هادي كضر هنا في هاد الحنك اللي عنده الحناك كيتمحل مع هاد الكمامه، والله الا حرقتني هنا. دابا ان شاء الله غادي نشدو الطريق كما قلت لكم. بعدا يعني مبارك العواشر على الجميع ورمضان مبارك سعيد على الجميع. حنا ان شاء الله غادي نصومو نهار الجمعه، ما عرفتش المغرب والجزائر والدول العربيه يعني امتى غادي يصومو. المهم حنا عندنا رمضان ان شاء الله نهار الجمعه، الله يدخلوا لنا بصحه وسلامه ان شاء الله ويحيد لنا هذا الوباء ويحيد لنا هذا البلاء ويحيد لنا كل شيء وترجع الايام يعني لمجاريها، يرجع كل شيء كيف ما كان ان شاء الله يا ربي. مهم البنات يلا حنا غادي مع بعضياتنا. المهم البنات يلا يلا خرجت دابا من الدي، دخلت غير الدي خديت شي حوجات بحال هكا ديال الثلاجه وكنت باغا نمشي للهوم ديبو. دابا حنا مده هادي ما خرجنا من الدار، كناش عارفين بلي راه بزاف ديال السطورات اللي عادوا 6 ديال العشيه كيتحبسوا. مني خرجنا وداكشي عاد قال لي راجلي لا راه هوم ديبو راه سد. دابا ان شاء الله غادي نمشي غير للجاينت، باغي ناخذ واحد لعيبه، باغي ندير بها واحد الديكوره ديال رمضان. وليك والله ما عرفت غادي نمشي للجاينت على الله، الا لقيتو هي هذيك ما لقيتوش غادي نرجعوا للدار. حنا مازال مع بعضياتنا البنات. المهم البنات غادي نبدا نحيد في هذا
ديالك غادي نخليها بعدا على بال ما نمسح الثلاجه. اليوم ما مسحتش الثلاجه، موالف الثلاجه كنمسحها عاد كنمشي نتقدى. هاد المره هذه ديال المشو يعني كنت شويه مدروكه مع المخمار ومع داكشي ما درتش. المهم لقيت هاد لانوب البنات، هذا لقيتو في غير في الدي هنا وخديتو، عجبني جاكري على لون هاد الطبله اللي عندي. وهذا يعني كيتغسل، يعني كيتغسل كيكرم في رمشه عين، غير بالايد ولا في الماكينه ولا هكا، يعني كيتغسل فرمشه العين. قلت ناخذو، عجبني هاد الشكل ديالو خديتو. دابا ان شاء الله كما قلت لكم غنمسح الثلاجه هي الاولى، عاد ديك الساعه نحيد هاد. انا هادشي هاد الخضره وهادشي كلشي يعني حاولنا نديروهم بواحد الطريقه يعني معقمه. كنمسحو كنديرو في البلاستيك، يعني دينا معنا هاد لانجيت هادو، هاد لانجيت هادو يعني معقمين. اي حاجه بحال دابا هادشي طومبالاج وهادشي بحال هكا كنمسحوه وعاد كنحطوه. غنحيدهم غير من هاد من هنا، من هاد القفة خديت شي، مخديتش شي حاجة يعني، خديت شوية ديال الديسير، خديت الحليب والبيض، هادشي اللي خديت، وشوية ديال الديسير، وخديت هاد الحلافي هادو ديال الغسيل ديال الماعن والجيكس، هادشي اللي خديت، هادشي اللي كان ناقصني في الدار. واخا هكاك يعني، واخا يعني مسحنا وداكشي، ضروري هاد الديسير هذا ما غادي ندير له واحد القطعه ديال الجابيل ونعاود نغسلو من جديد، يعني ضروري. دابا ان شاء الله غادي نمسح الثلاجه، يعني هادي ديال البلانش هادي اللي درت فيها سميتو، غير غسلتها وخليتها غير هنا. وهاد الثلاجه البنات دابا من بعد ما مسحتها كما شتو بلانجيت، اولا اللي كيبغي يمسحها بالخل يعني باش ما مول فين كتمسحوا تمسحوها ستفتها. دابا ان شاء الله ما بقى لي غير رجعت التقديه اللي جبت، وان شاء الله غادي نمشي نرتاح شي شويه. ومن بعد بغيت نجي نصايب واحد الشوربه، بغيت نصايب واحد الشوربه البنات خفيفه ديال الحوت، كتجي زوينه. المهم انا هنايا جبت هاد الكالمار، هذا جبته غير من الفريغو يعني من الثلاجه، عندي التخليطه هذه ديال الحوت، وعندي هنا شويه ديال الخضره. هاد الشامبينيون هذا الكبير حتى هو جبته معايا غير دابا. صافي هنايا بديت كنوجد في الخضره، يعني كما كتشوفوا ما درتش يعني بزاف، يعني ما درتش خضره كثيره، غادي ندير غير خيزو. وانا هاد الشوربه هذه يعني ما بغيتش نقطعها قطع صغار، يعني لينا الاختيار، اللي كيبغي يطحنها يطحنها، اللي كيبغي يقطعها بحال هكا يعني دوي وراته ويحطها يخلي يعني الخضره باينه يخليها، اللي كيبغي يقطعها صغيره يعني كتبقى اختيار، اللي كيبغي يحك الخضره يعني كتبقى اختيار، كل واحد كيدير اللي هو كيرتاح فيه. انا هاد الشوربه هادي ديال الحوت خصوصا ملي كنكون يعني دايره بحال هكا قطع شويه كيبقاو كبار، كنبغي حتى الخضره حتى هي يعني تبقى باينه. صافي هنا كما كتشوفوا يعني خزو، هذا الشامبينيون هذا المدور الكبير، البراكلي، كلشي يعني كنقطعهم بحال هكا، كنخليهم قطع كبار، حتى من سكنجبير يعني دايره سكنجبير طري، وهذا اختياري يعني اللي ما متوفرش ليه السكنجبير طري، خصوصا يعني دابا مع هذا الوقت ديال كورونا وهادشي، يعني هادشي قد ما قدر الواحد يعني يدير بحال هادشي، يعني الحامض سكنجبير قرنفل بحال هادشي، يعني ماشي قرنفل بطبيعه الحال في الشوربه، يعني هادي غير جات في السياق ديال الهضره، يعني قد ما قدر الواحد يعني يتناولهم قد ما مزيان، البصله الحمراء يعني قد ما قدرنا ندخلهم يعني في الطياب ديالنا، راهم مزيانين وصحيين بزاف، وكينصحوا بهم يعني.
كما كتشوفوا البنات غادي ندير شويه ديال الماء. كما كتشوفوا ما درت لا زيت لا والو، بغينا نديرو الزيت نديروه. انا ما بغاش ندير ريحه الشوربه، بغيت نديرها ناشفه، ما بغيتش ندير فيها الزيت. غادي نخليها نحط لي طلق الزيت ديالو، حيت دايره هاد دايره هاد سميتو القمرون اولا الجمبري، هما ما عرفتش شنو سميتو، المهم كروفيت رويال دايره الكبير هذا، كيكون شي شويه ميدم. غادي ندير هاد التخليطه ديال الحوت، غادي نقطع الكالامار حتى هو باش نديرو، وغادي ندير شويه ديال الملح. الملح كيبقى على حسب الذوق، شويه ديال الفلفل الاسود، وغادي ندير واحد الورقه ديال سيدنا موسى ولا ورقه الرند، يعني حتى التوابل ما كتكونش في هاد الشوربه هذه. وغادي نغطي ليها، يكون ما كنتش دايره دوك السلايصه ديال السكينجبير ندير واحد شويه ديال السكينجبير. دابا غادي ندوز البنات نقطع هاد الكالامار هذا، انا حيت كان عندي دايره في المجمد دايره بحال هكا صاين، انا قطعت هاد البصيله هادي غنخليها على جنب، وهاد البراكلي هذا حتى الغليه الاخرى عاد نضيفو. كما كتشوفوا كندير بحال هكا ملي كنجيب الحوت المره الاولى، ملي كنقيه ونقادو كنفرقوه على حساب كل وحده، يعني كتعرف العائله ديالها. وانا راه باقي مقليش وقت مزيان، وباقي مقليش كيجي التقطيعه ديالو زوينه صغيره كنتحكم فيه، اما كون كان محيد منه الثلج غادي نخليه هو قطع كبار، غادي نخليه دوي ورات، ولكن ما غاديش نرميه دابا تطلع واحد الغليه في الخضره ديالي. عاد غادي نضيفو هو هاد الكروفيت، الكروفيت البنات غادي نرميه بحال هكا مغسول مزيان، وغادي نرميه بحال هكا. هاد القشور هذا ديال الكروفيت راه الفيتامينات اللي فيه راه يا سلام، يعني ما كاينلاش نديرو يتسلق ونحيدو الماء ديالو وداكشي، لا يطيب في الشوربه ديريكت. انا كما كتشوفوا هنا ما غادي ندير لا شعريه صينيه لا حتى شي حاجه، لا بغينا نضيفوا الشعريه الصينيه البنات نضيفوها، كتجي مزيانه مع الشوربه. ولكن انا ماشي حيت ما بغيتش نديرها، انا كتعجبني الشعريه الصينيه بزاف حيت ما بقاش لعندي، هذا هو السبب علاش ما غنديروش، ماشي حيت بغيت نحيد نضعاف ولا شي حاجه، لا حيت ما بقاش لعندي. يلا نخليكم البنات على بال ما تغلى لي الطنجره. هلا السوب ديالي وجدات كما كتشوفوا البنات، يا سلام. اللي بغي يضيف ليها الحار، انا هنا غادي نضيف لها واحد شويه ديال الحار، هي دا غير شويه. وغادي نضيف لها صوص صويا، وهي يعني صوص صوجا ولا صوص صويا ولا كل واحد شنو كيقول ليها، هي اختياريه، اللي ما يبغيهاش ما يضيفهاش. شفتوا البنات كتجي يا سلام، عطوا الريحه ديالها كتحب بالدفء، الريحه ديالها زوينه زوينه زوينه. شفتوا البنات كتبقى ديك الخضيره بحال هكا، يعني يا سلام غنيه هاد الشوربه كتجي. خلي البنات غير نودعكم ونضرب لكم موعد في فيديو اخر، بطبيعه الحال عجبكم الفيديو نوصلوا عدد كبير من اللايكات.